وأن السعوديين بيسموا شاحنة نقل الماء وايت. سألناهم عن سبب التسمية، أعطونا قصص كتيرة كلها ترجع لتأسيس شركة أرامكو في المملكة. أشهر القصص إنه رقم Y و 8 مكتوب كان بالمصف لهي التنكرات المية، وفي نهاية إنه هذا الرقم كان موجود على الأبواب. لكن أكثر قصة متفق عليها إنه الأمريكان كانوا شغالين بالشركة كان يقول لك Here comes a white tank, there goes a white tank and tank المية، ولذلك أطلق عليها Y8 من White. بحثت في الأرشيف لشركة أرامكو لقيت إنه في الصور ما في كثير تركات كان لونها أبيض، غير انه الفني بشركة ارامكو كان يتعامل مع مئات بل الاف المصطلحات عشان كل العدة والكوب اللي تتعامل فيها كان متطورة جدا، فمش صعب عليه انه يحفظ كلمة او نوع ماركة سيارة. والاغرب من هيك انه في مصادر موثوق بها اعطت قصة زي هيك. دورت بالارشيفات الصور القديمة للمملكة ولقيت كثير من التركات القديمة اللي كانت موجودة من صنع كينورث. طلعتني أطابق بالصور لأي تترك المية لحد ما لقيته. أخيراً لقيت السبب الحقيقي لتسمية الوايت، وهي وايت مور كومباني. تركات صنعت في أمريكا من سنة 1900 ل 1985، وأكبر عقد لإلها كان ستاندرد أول كومباني في كاليفورنيا اللي هي حالياً اسمها شيفرون، واللي هي التي أسست شركة أرامكو في السعودية من الثلاثينات.